السلام عليكم. أسألكم بالله، كيف يمكن للإنسان أن يتغاضى عما يقوله هؤلاء الناس؟ من أين يستقون أخبارهم؟ وممن؟ هل هي أمنيته؟ أم ذلك ما يرجونه في أنفسهم؟ ويخمرون ويكذبون كعادتهم بأن احتفالات عيد العرش في المغرب تأجلت، وأن مصير الملك مجهول. جعل الله مصيره مجهولا ومدمرا. أقول لهم: ها أنتم، متعوا عيونكم وموتوا بغيظكم. ها هو صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله يحتفل مع شعبه بعيد العرش الملكي المجيد. أنا شخصيا أرى أن مستقبل هذه الدولة لا يبشر بخير، ما دام هناك أناس على رأسها لا يعرفون كيف يسيرونها أو كيف يتعاملون مع الدول بدبلوماسية راقية، ولا تهمهم مصلحتها ولا مصلحة شعبها في شيء. المهم فقط البحث عن المشاكل مع الدول حتى يتمكنوا أكثر بفرض سلطتهم على ذلك الشعب الذي شرب من كوبهم أو أجبروه على الشرب. مستقبل هذه الدولة لا يبشر بخير ما دامت فيها مصالح إعلام جاهلة وفاشلة، أو مصالح إعلام فاشل وجاهل لا يبحث ولا يتقصى عن الأخبار، بل ينتظر حتى يتلو بما ينشره وبدون طرح أي سؤال. ومع الأسف مشاكله كثيرة جدا مع جميع الدول إلا تلك التي يشتري رضاها بالمال، ولما ينتهي المال ولم يدفع مرة أخرى فالعصيان هو السبيل والحل، وهكذا دولي. وفي إطار الرسالة الملكية للشعب الجزائري يوم السبت مساء، كتبت إحدى الدوائر الجزائرية باللغة الفرنسية كودو تياتر، بمعنى حيلة مسرحية كما ترون أمامكم. المهم فلينبح عشاق النباح، الأهم هو أن هذه الدولة تتدخل حتى في مقالات الجرائد والقنوات الأجنبية، وتستعمل العملة التي تربت عليها وهرمت من أجلها حتى صارت هي ثقافتها المفضلة والوحيدة التي بقيت لها في سجلها المتسخ، ألا وهي الشتم والسباب. ومع الأسف شبح الاستهداف لم يفارق مسير هذه الدولة صباح مساء، حتى صاروا ينظرون إلى كل من يجتمع أو يتفاهم مع حليف أو صديق بأنه يتفق عليهم ويتآمر عليهم ويستهدفهم، ويبحثون كيف يخربون دولتهم، بينما هم لما يتهمون أناس بتمويل الإرهاب وبدون دليل كالعادة هذا الأمر حلال عليهم. وما يحز في النفس هو البرنامج الأسبوعي كل أربعاء لبعض قنواتهم للصرف الصحي، والتي تقدم فيه حصيلة الفيلم الكوكايني من إنتاجها وإخراجها. ولن أتكلم هنا على أولئك الأوباش الذين تكلموا بسوء عن خطاب جلالة الملك محمد السادس في عيد العرش لما مد يده مرة أخرى إلى حكام هذه الدولة.